يوم جميل جدا، التنظيم اكتر من رائع، فرصه جميله ان الاولاد في الاكاديميه كلها في اختلاف الالعاب زي كره القدم والجمباز وغيره بيتجمعوا، بيحصل تجمع للبيرنتس في العاب كتيره النهارده. القصه مش كوره بس، في العاب ترفيهيه متميزه جدا، الناس لذيذه وهلبفل والولاد مبسوطين جدا. لا انا شايفاه والله هايل، والتنظيم حلو قوي، الولاد اتبسطت بصراحه، صغيرين وكبار. بصي اتس فيري اكسايتنج، العيال مبسوطين قوي من الصبح. انا حضرت كذا ايفنت، كذا واحده من السيشنز، عندي بنت صغيره وعندي ولد كبير، الاثنين انبسطوا جدا، يعني مع فرق الاعمار الانترتينمنت كانت مظبوطه.